السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ أخباركم إن شاء الله بخير. طبعا اليوم جمعة وكنا يعني قاعدين أنا وناس، طلعنا لقيت هذا الطير. شوفوا ما شاء الله، بس هيك اعملوا، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. طبعا هو مبين، فرج وجهه مرعب، تقول مرعب يعني مبين زومبي أو دراجون. طبعا مبين فحل مبين، بس يعني ما بعرف يعني بهاي الأنواع مبين طيرة. يمكن صور الجناح، شوفوا طبعا على الريشي، ها شايفينه هون كمان على الريشي. طبعا كنا مطلعين حمام يعني خلط معانا، كنا كاشين. وهون هاي بس معصفر بس بريشي، وهون لا. طبعا طير يعني لما تقول حلو، اقسم بالله حلو مخلص. طبعا مبين طير فحل، والله ما بعرف. شوفوا ما شاء الله، طبعا طير ما نلبس شيء، احنا مطلعين الحمام يعني كاشين وحطتناها، جبنا لكم جواز جديد وجبنا لكم طيور جديده، بس ان شاء الله بغير فيديو بصور لكم اياها. طبعا اليوم جمعه مباركه علينا وعليكم، يعني صرنا على يوم الجمعه. اتمنى تحكوا لي شو نوعه، زومبي ولا دراجون ولا شو، وكم بيسوى؟ يعني انا ما ببيع، بس كم بيسوى؟ بس يعني بس بدي اعرف هذا الطير، يعني بعرف نوعه غالب بيطبق العشر ليرات ل 15 ليره. شايفين ما شاء الله. وهون بتكون نهاية الفيديو ان شاء الله، يعني مسوي لكم فيديو غير واحلى. ولكن لسه تحطوا لنا لايك واشتراك في القناة. شوفوا وجهه هيك مزبوط، بس هيك نفرجيكم وجهه. شوفوا على الوجه، شوفوا. هون بتكون نهاية الفيديو، والسلام عليكم.